السلام عليكم أصدقائي أصدقائتي حبيبي حبيباتي عزيزي وعزيزاتي، ومرحبا بكم معايا في الجزء السادس من برنامج تعلم البيانو بالدارجة. اليوم غادي تعرفوا على لي دياز اي لي بيمول، وبيان سور غادي نلعبوا لي ميزور تاع لي روند لي بلونش لي نوار اي لي كروش بلي نوت، يعني غتخصك تبقاو غادي كتزربوا بها. ومن بعد غادي نلعبوا لا ريتمي بلي ميزور، يعني بالميترونوم، باش تعرفوا شحال فيهم ديال لي روند وشحال فيهم ديال لي نوار ديال لي بلونش ديال لي كروش. هادشي كلشي غتعرفوا عليه تتسويت. يلا معايا كما قلنا لي تييرس مهمين بجوج حوايج. باول حاجه فاش كنلعبوا اون ميلودي كتكون معاها تييرس تاعها، وفاش كنلعبوا ان اكور كيكون معاه تييرس ديالو او بلوس لا كانت. انا غادي نلعب لكم اون ميلودي سولو، ومن بعد غادي نلعب ليها لا تييرس تاعها باش تعرفوها. دابا غنلعب ليها لا تييرس ديالها. لا تييرس تاعها كيما قلت لكم كنقزو اون نوت الى تخوازيام. كيما قلنا لا تييرس هي المي، نقدروا نلعبوها بيان سور في بوزيسيون اخرى، باغ اكزومبل نلعبوها هنايا. دابا غنلعب لكم لا ميلودي عادية و بلوس لا تييرس تاعها. هادي من الناحية الأولى ديال لا تييرس في الميلودي. دابا غادي نوريكم لا تييرس في لي زاكور. ملي كنكونو لاعبين واحد الاغنيه كتلعب بيان سور لي زاكور، وهذه كتلعب لي باس، ولكن ملي كتقرا لي زاكور كاينين الدو ماجور او ري ماجور، دونك باش غتعرف الدو ماجور غتعرفها بلا تييرس تاعها اي بلا كانت. ها لا تييرس، دونك لا تييرس كنستعملوها ديما في لي زاكور، سواء تكون لا تييرس ماجور سواء تكون لا تييرس مينور. ودابا غادي نوريكم اشنا هما لي دييز وشنا هما لي بيمول. لي دييز هما هادو لي نوار، ولكن بعد خطرات ما كيبقاو سميتهم دييز، كيبقاو ليو سميتهم بيمول. ابتا ملي كنكونو لاعبين دو غادي نمشيو دو دياز، حنا طالعين غي غي دياز، المي فا فا دياز، سول سول دياز، لا لا دياز، سي. لي دياز كنستعملوهم كنكونو طالعين، ولكن الا كنا هابطين غادي يوليو سميتهم بيمول. سي سي بيمول، لا لا بيمول، سول سول بيمول، الفا مي مي بيمول، غي غي بيمول، اي دو. فاش كتكون طالع كيكونوا دياز، وفاش كتكون هابط كتسميهم بيمول. هذا هو الفرق. دابا لاحظتوا معايا بان ما بين دو
والسي ما كاينينش الكحلين اش كيتسماو كيتسمى ادومي طون بيناتهم كاينين في جوج كاين ما بين الضو والسي والفا والمي ما كاينينش كحلين كتبقى المي الفا كيولي غير ادومي طون بحال كيما غي الغي دياز ادومي طون دونك هنا ما كاينش كحله كنسميوها ادومي طون لا ميم شوز كو من دو لسي الحلقه السابقه تعرفتوا على لا غوند لا بلونش لا نوار اي لا كروش اليوم غادي نديرو المترونوم او لا بواط ريتم كيما قلت لكم ديك الخطره غنديروها في 60 وغادي نلعبو لي نوت غوند و لي نوت بلونش لي نوت نوار اي لي نوت كروش غادي نلعبو لا غام من دو حتى لدو بجوج ديال يدين بالمترونوم وغادي نلعبو الميزور لا غوند مترونوم دابا غادي نلعبو لا ميم شوز بو الميزور بلونش دابا غادي نلعبو لا ميم شوز بالميزور نوار دابا غادي نلعبو لا ميم شوز بالكروش وبيان سور هاد التمارين تا هما كيكونوا مع لي شوفمون وبيان سور كيما كنلعبوهم طالعين خصنا نلعبوهم هابطين دابا غادي نديرو المترونوم اولا بواط ريتم وغنديروها في 60 وغنطلقوها وغنلعبو بها لي زاكور تاع لاريتبي يلا كيما لاحظتوا معايا لي زاكور فيهم لي بلونش 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 هادو فيهم لي كروش دونك نعاودوها دابا غنديروها بلا مان دغوات اي لا مان غوش لا مان غوش ما كتلعبش لا ميم شوز لاحظوا معايا
دابا غادي نلعبوهم بجوج. سيداتي وسادتي، كنتمناكم تكونوا استفدتوا معايا ماشي شويه، بزاف بزاف. وعفاكم لي الله شاف هذا الفيديو هذا يمشي يشوف الحلقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، حيت بلا بديه ما كاينش مساليه. واللي يتفرج في هذه الحلقات يبارطاجي باش الناس حتى هي تستافد، وديروا السبسكرايب وما تنساوش ليا لي جيم ولي كومونتير. Why not؟ دونك نخليكم دابا تخدموا عاوتاني بوحدكم، والحلقة الجاية إن شاء الله غادي تعرفوا لا غام مينور. وصلنا لنهاية الحلقة، وكنتمنى لكم رمضان سعيد، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.